شوي ضيفي لا لا معليش طولت معي عطى الشباب لا انا حد ايه هذا لا ليه هربت من السؤال اشكرك يا بوب انك كذا الحمد لله ثم يطلع يا حاجه بدمه امانه والله فيصل حبيب طيب قلبه رهيف يعني ادرى ما على طول يتاثر تاخذه معك في السفريه لا يتاثر تاخذه معك في السفريه هو شو مضحك وكاهي ولكن يعطيك على جوك ولكن ولكن اخاف من شيء ولكن يعني لو تجي تقول هذا كذا وكذا يتاثر على طول تزعل تخاف من ما ادري عن زعل يعني بالنسبه لي يعني زعل ان شاء الله ما بالنسبه لي ان شاء الله ما في زعل اللي يزعل بكذا يزعل بكذا تاخذه معك في السفريه لا انا احس اني تطفلت على وقت خطا قوي لا والله بجي واعتذر هذا شخصية فيصل مطيري طيب جزاك الله خير والله يبيض وجهك فيصل الشهري فيصل الشهري فيصل الشهري من بيت محترم ويحب الإنشاد كل ما ضاق أنشد ولاحظ فيه يعني عيونه عاين كل شيء ويتحرك واجد وأماكن سبحان الله غريبة تجده في أماكن مدري ليش يروح لها وفيه يعني زي ما تقول فيه حفاوة في الاستقبال ايه حفاوة هل تحس مع جوال؟ فيصل الشهري لا ايه وعنده جوال بس موش له عنده جوال بس موش له يعني تلقاه دائما مع الـ مع الاعداد يقدر الاعداد ويحب الاعداد في الفخ القم لا ما لقمت لا لو في حفاوة في الاستقبال يحب الاعداد لا 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 خله يوم يجون عرب وضيوف وكذا ايه جو ضيوف وعرب الله اكبر يا في حفاوه واستغفر نعم نعم ما انا سميته لسكت جونسون لسكت ايش؟ جونسون جو الضيوف هلا والله هلا يكرمهم يصب لهم يصير كل حاجه لهم هذا شيء ايجابي 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 ابيض وجه ويجمل حالك ونتمنى من الجمهور التغريد على كلمه باع جوال او لا تفضل يا اوه لا دقيقه هذه قويه مره فيصل الشهري ما يستخدم جوال فيصل الشهري يا ما انقو يلا يلا يا نقاش تراتي الحمد لله بوب يمشي كل شيء يروح بوب وينك يا بوب انا بمشي بيجي بعيد والله انا بمشي بيجي بعيد يلا طيحت جيبك حلو والسلام عليكم انا ما عاد اجلس معك ابو مسعد اعطني اعطني القوري اعطني القوري اسولف معك والله العظيم والله اني اسولف معه واني احب اسولف لك ان شاء الله الترند اللي ما له سنه لا يا رجل فيصل الشهري بينه رجال صالح رجال لما ترك طيب انا ما ترك امسك الكوره تعال تعال